مغامرات أرنوب النشيط. ذات صباح استيقظ الكلب وصاح: هيا هيا يا أرنوب، هيا نجمع طعام الشتاء. رد أرنوب: الوقت أمامنا طويل، سوف أستريح اليوم. في اليوم التالي قال الديك: أنا جمعت طعام الشتاء، ماذا جمعت يا أرنوب؟ قال أرنوب: اليوم ألعب وغدا أجمع. بدأ فصل الشتاء ولم يجمع أرنوب أي طعام. ذهب أرنوب إلى الكلب وقال له: أنا جوعان، أعطني شيئا لآكله. قال الكلب: ليس عندي إلا العظم، وهو لا يصلح للأرانب. ذهب أرنوب إلى الديك وصاح: أنا جوعان، أريد أن آكل. قال الديك: الطعام الموجود عندي يكفيني أنا والدجاج فقط. ذهب أرنوب إلى الغابة وأخذ يجمع الطعام في البرد والشتاء. تعلم أرنوب درسا لن ينساه، أن النشاط في الصيف يؤدي إلى الراحة في الشتاء. في الموسم التالي كان أرنوب أول من جمع طعام الشتاء.